هي هناك يعني صار هناك اختلاطات فنية أخ عزيز، أي صار هناك اختلاطات فنية، وذهبوا الناس إلى كثير من المحطات، أبلغوهم مسؤولي المحطات أنه المحطة واقفة ولا تعمل، ولا بل بعضها أنه أرى يعني قد مل من الذهاب والإياب إلى المحطة، نعم. فحجرت حجرتها هذه الأصوات من قبل المفوضية، وتعهدت بفرزها أمام الملأ، نعم. أمام وكالات الأنباء، أمام وسائل الإعلام. ومثل ما قلت لك يعني الحالة هي قانونية، يعني أي شخص يحس أنه قد غبن أو الأوراق الذي حصل عليها. بالمناسبة المفوضية قالت أنه سنعطي كل مرشح الأعداد التي يعني حصل عليها في كل محطة من المحطات. طيب. وهذه الورقة فلان غبن، ليش ما نقول أنه هو هذا الوزن الانتخابي والشارع هو اللي اختار؟ أنا ما سمعت شيء، بس إذا تسمح لي بس أكمل فكرتي لكي وحتى أرجع أتواصل مع أسئلتك. نعم. ما دام إحنا ضيفين فلنا يعني حرية الآن أكيد. في إعطاء فهذه الأوراق التي يتسلمها المرشح من حقه أن يقوم بشكوى إلى المفوضية، وهذه الشكوى تنظر فيها المحكمة الخاصة في المفوضية وترد على ما جاءت بهذه الشكوى. ولهذا وأيضا مدة الآن مدة الطعون يعني من 3 إلى 10 أيام، وهناك سمعنا أنه 20 يوم اللي تطلق الانتخابات اللي تطلق النتائج. أنت تعرف إحنا لا يمكن أنه تحكم على النتائج إلا بعد أن تقرها مجلس المفوضية بشكل كامل، يتم التوقيع دكتور من قبل قضاة مختصين دكتور على النتائج النهائية. نعم دكتور إذا تسمعني. نعم. رأيك محترم. نعم. لكن الشارع اليوم ما دا يمشي وفق هذه الآراء، يعني الخاسرين ما دا يحسبون هذا الحساب إلى أنه إذا إحنا هسه بالنتائج الأولية وممكن أن تتغير الأرقام. إحنا شفنا هذا التهديد والوعيد والنزول إلى الشارع والتهديد حتى بالسلاح، طيب ما بالك لو وصلنا للنتائج النهائية؟ أخي العزيز أنت مثل ما تعرف كل كيان سياسي له جماهيره وقواعده الشعبية. نعم. عندما يتأمل هذا الكيان السياسي أن يدخل في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وتظهر يعني بعض الاختلافات بالأرقام، والآن يعني أنا ما أعتقد أنه ظهرت أنه مظاهرات أو قطع الطرق مثل ما قبل قليل ذكرت، ما شفنا إحنا في بغداد قاعدين. لا صارت دكتور على طريق بغداد كركوك، صارت يعني هذا الطريق الدولي بس أيضاً مو في كربلاء توقفت الحياة، صارت أستاذ يعني العزيز لم توقف الحياة عن طريق هاي بعض يعني ردود الفعل. إذا مرشحين الجميع خاسرين. الآن محتكم إذا اسمح لي، الجميع الآن محتكم إلى القانون، القضية قانونية بحتة ترى. طيب. يعني هذه التأويلات السياسية وهذه المبالغات، وهناك مشروع كذا وهناك مشروع كذا، يعني مثلا يعني لماذا لم نذكر المشروع الخليجي في العراق؟